كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. وقال عبد الرازق في برقيته إن ثورة يوليو التي قادها الرئيس جمال عبد الناصر بغية تحرير مصر من استعمار أجنبي جثم عليها قرونا عديدة كانت وستظل نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث وأول الخطوات في طريق الحرية والديمقراطية وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية. ودعا رئيس مجلس الشيوخ أن يعيد هذه الذكرى المجيدة على وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات.